أعزائي المشاهدين، انضمت إلي قبل ثواني قليلة ضيف النشرة لهذا المساء عمدة بلدية أنجمينة السيدة مريم جمعة عباد. السيدة العمدة، أهلا وسهلا بكم وشكرا لقبولكم هذه الدعوة. أهلا وسهلا. نتحدث معها بعد قليل عن الإجراءات التي اتخذتها البلدية بعد التعليمات الصارمة من فخامة رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية. عقدت مساء أمس عمدة بلدية أنجمينة مريم جمعة عبيد مؤتمرا صحفيا أشارت فيه إلى مباشرة بلدية أنجمينة الإجراءات اللازمة من أجل نظافة وإنارة العاصمة أنجمينة. جزء من هذا الحديث. أنينا الأشرة مير ومير أنا فيلد أنجمينة، وقلنا نشوف استراتيجية كيف نقدروا نطبخ كلام الرئيس الدولة أورانا ليه. قلت استراتيجية الخطينا دي عندنا استراتيجية، أنا ثلاثة يوم الاستراتيجية، أنا الثلاثة يوم ده قمينا مشينا في تيران ونادينا كل الفرنسير القاعدين بقشوا بسلوا الوساخة من الكانيفو. أي فرنسير قمى وقايد بشيل الوساخة المرقة من الكانيفو ده بوديه بعيد، والكانيفو القاعد فاتي قايد بسدو، والكانيفو اللي السما نظفه قايد بنظفه فوقه. عندنا برنامج خطينا لكلام الضوء هنا النار، الضوء هنا النار ده قلنا أنين الميري ومع السوسيتي الاسنو السوسيتي المكلف بالكهرباء إن شاء الله نسوي جهد عشان نجمعنا في الليل تضاوي ما نقودوا في ظلام. والرئيس ده كله قال لنا ناسكو كتير وما تقدروا تكفوهم، خدتوا برنامج وأنينا من مرقنا ده جينا شلنا آريتي عشان يشوفوا عندنا جري سالاريال. الجري ده الناس ده يطبخ الجري، والنادم ما بقدر بخدم كله لازم نقول له يقف من الميري. خطينا لجنة تقوم تمشي تفيريفيا يعني تبحث من الريزيرف دول لوين وترسانسهم كلهم كي تجيب لنا، ومن يوم دانينا نتحروا أي ريزيرف ما ينتولي بارتكولية. في ثلاثة يوم ده نقول خدمينا مشى قريب 90% وفضل 10% ده كله اليوم فجر ده بيكمل. السيدة العمدة، أشرتم في هذا الحديث الصحفي عن الإجراءات التي بدأتم العمل بها عمدة بلدية أنجمينة، حدثينا عن الاستراتيجية الجديدة التي بدأتم بالعمل بها. أيوة شكرا. الاستراتيجية الجديدة هي استراتيجية خاصة بس للخريف، طرفه في الخريف أنجمينة عندها صعوبات بالهين، عندها صعوبات في المجاري هنا الألمي، عندها صعوبات في الشواري كلها تينا، عندها صعوبات لخايد في القدرون كلها التينة فيه كتير. نعم. مثل ما هساش هاتو في البوينت بريس أننا لاقونا يوم 23 السيد الرئيس لاقانا أنا أمدة بلدية أنجمينة والأشرة أمت هنا بلدية أنجمينة والديليجي جنرال دي جوفرنما، والرئيس قال لنا هو راق شافة في أنجمينة أشياء كتيرة فيه ما سمها. نعم. مثل شنو؟ مثل الكانيفويات نكتوم وما سدوم، وشاف مثل الكانيفويات مرقوا منهم الوساخة وما خموها. ده قال شيء حساس بلين ونادانا وانتانا انذار، قال لنا نخدمه وانتانا انذار في الريزيرف. يعني الريزيرف ده الحكومة بخليه لشيء خاص، وانباكر بس بتانا نفس الريزيرف ده بقتقوه بنتو لأشخاص خاص. ده أنينا قلنا الشيء ده ما ببقى. من يوم الرئيس لقانا أنينا خدتنا اللجنة وقلنا نتابعه بالكونسي البريزان انتانا ليه ده نقدروا كيف نطبخه. وخطينا لجنة وطبخنا الأشياء اللي قال لنا في 72 ساعة تكمل ده. اللجنة قاعد تخدم، ومثل ما أمس قلت قريب 90% مشينا، اليوم يمكن 100% كالكانيفويات ده خلاص كلهم انظفوا، والألم كان جاء بجري في مجاري. وخطينا اللجنة دي تتابع مثل ما قلت في الريزيرف. يعني بكان كان الحكومة خلق الريزيرف ده بتن ما يقطعوا ينتنادوا. نعم. والشيء الثاني الوساخة اللي بيسبوها في الشواري، بيسبوها في بكانات الماء تستحق لبكان الوساخة ده، كل سوينا استراتيجية للوساخة دي قاعد نخموها وبتن في البكان الوساخة ما تنسبة. نعم. عندنا بكانات خاص للوساخة. نعم. ده أننا نقول الشيف دي كاري والشيف دي كارتيه والميرات الأشرة والسيرفيز القائد بنظف وبقوش ده، والشعب بالذات كله خليه يساعدنا عشان الوساخة دي تمشي في مكانها اللي نصبوها فوقها، والميري مكلف يمرق الوساخة ده ويوديها برا. نعم. يعني ده كله في اللجنة اللي خدتناها ده تقدر تخدم في كيف الوساخة دي نقدروا نيجيريا. كان مثل ما كان شفتوا أن وساختنا كتير مرة وايد. نعم. في أنجمينة إن
1000 طن في اليوم من الوساخ اللي بيقولوه ليكيد سوليد واي وسخ بيقولوه. نعم. عندنا 1000 طن. وال1000 طن ده معدات هنا الميري هسه ده ما يقدر يمرق لنا 20% كلها. نعم. وده الشيء ده ندوره الشعب خلي الوساخه دي ما تشتتها. الوساخه كان مشتته ما نقدر نلموها اجلها. ندوره في البيوت اللي يلموها لنا وبكان انه وصفهم يمشي يصبوه في الكارتيه ده كله يمشي يصبوه في المهيل ده عشان الميري بارفك بكان ده عنده وسخ وبقدر بمشي برفع. نعم. نعم. لكن كان ما بكان الانين خصصنا له ما مش يصبوه بصبوه في قاره الدرادر بصبوه في البوط ان بكان وايد ما نشوفه. نعم. دونك ندور الشعب كله يساعدونا في الاستراتيجية الجديدة اللي خدتينا ده ونقدر نمشي قدام. نعم. السيدة العمدة اعذريني على هذا السؤال، هل كانت الميري بحاجة إلى تعليمات صارمة من قبل فخامة رئيس الجمهورية لكي تقوم بعملها؟ هذا أيوة. يفسر يعني تعليمات رئيس الجمهورية تفسر عجز الميري عن القيام بدورها. ايوه الرئيس هو كله مواطن واي فين جمعنا قام وراخ في الأشرة دوائر وشاف شغل كل كلمة بنفى ده دي نادانا وكلمانا مثل ما هسه قلت كلمانا قال لنا الكانيفو فكيتو ما سديتو قال لنا الوساخة مركتو ما خميتو قال لنا الوساخة في البلهيل كله قاعدي قال لنا الريزيرف هو راخ شافه بكان خاص كالريزيرف قاعد لكن جالي جي فوق بيوت وقال لنا البيوت دي ما تقود في هذا الريزيرف الريزيرف التي قبلوا يقود ريزيرف مثل الأول وأنتان إنذار في الإلكتريسيتي يعني بالليل كان رايخين ده بكانات وهدين ده ظلمة بكانات وهدين ده ظلمة مثل ما أنا قلت في البوينت بريس ده لازم الميري والإسنو الشركة المكلفة بالكهرباء ده لازم نقود بكان واحد ونجمعنا في الليل ده خلي الشوارع ده يبقى عند ضوء ده كل الرئيس قال لنا انجمينا ظلمة وفي الأمن ده كان وتأظلم ده أمن ما في. نعم. ده خلينا إذا ترجعين تقصير الميري في أداء عملها إلى ضعف الإمكانيات نقص الإمكانيات أم عدم التنسيق بين الميري والبلدية وعمالها كيف تفسرين هذا العجز والتأخير؟ أيوة نعم أنت كان أول كنت دور تخدم ده أول بكما تقول أنا ما عندي معدات لا أو المعدات ده تجي وراء أنت تسوي برنامجك أنا الخدمة والبرنامج ده بيكلف لك شنو وبيكلف لك من الإنسان شنو من المعدات شنو من الوقت بيكلف لك شنو وقت ده كله رسمته حتى قبل تقول المعدات مقصر صحيح المعدات مقصر الميري ده من لقية البينات ولا الكاتربيلار ومن لقية النيفيلوز والتراكتوبيل ده لها عشرات السنين. نعم. يعني تول الميري ما لقيت الوتائر اللي نخدمه بهم ده تول الحسة قاعدين ده كلهم خلاص كركاس وكان قلنا بالميري بس نخدمه ومعدات ما في ده 100% ما بنخدم 100% ما بنخدم حسة كله أننا نوجهه للدولة عشان تنتينا السيفانسيون وبالسيفانسيون ده نقدر نخدمه يعني الميري وهذا كده ما تقدر الحكومة يساعدنا بالسيفانسيون والشعب يساعدنا بكيف نقدر نخدمه عشان خدماتنا كل خدمات الشعب أننا من ديمي الدوز ده الشعب انتخبانا ما نومينا بذكر الشعب انتخبانا ده لازم نخدمه للشعب والشعب كان نخدمه ليه لازم يساعدنا أيوة نعم. يعني ربما الشعب خليه أعرف كيف قدر خدمين ده أننا ده نعم لكن أيوة. فخامة رئيس الجمهورية أشار في خطابه إلى أن البلدية تفتقر التسيير الجيد ليس هناك تنسيق بين البلدية وعمالها ليس هناك رقابة كافية للبلدية على عمالها يعني هذا أيضا مسألة مهمة جدا يمكن الحكومة أن توفر الإمكانيات ولكن لا تستطيع أيضا الحكومة العمل بوحدها دون البلدية البلدية لابد أن تقوم بدورها اللازم أيضا نعم لا في التنسيق بين البلدية والمستشارين أيضا أشار في أيوة 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 في خطاب يوجد الرئيس يوجد نقص أيضا ويوجد عدم أيوة تسيير أيوة نعم صح 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 يعني فيه الرئيس لها شغل قبل حج لنا فوقه وكله صحيح من البلديات ده قاعدوا ده من 2012 من 2012 ده البلديات الأشهر مع المير هنا انجمينا عندهم مشاكل عندهم مشاكل لخايد ما أنا جيت 2016 أنا جيت 2016 وهو قلت مشكلنا كلها مشكلة التكس عندنا تكس اللي بحدد لنا كيف نخدمه مع الميرات تكس ده مرقنا خدتنا بره
نعم. عندنا في التكس بقول كي الميري حد البقي فوق ده ميري سنترال وميري انا الارندسما ده كل حدوده مثل ده عندنا ديكري قاعد مثل ده عندنا ديكري اخر بقول كي ده كل قروش ده كيف تقسمه عن بين المير انا جمعنا ومن بين المير انا الارندسما ده كل الديكري قاعد مالو بتاع الناس يسوي مشاكل دونك اننا خطيناه مع الاشرة امت وقلنا التكس ده لازم يتطبخ والتكس ده كان اتطبخ خلاص ده بس خدمنا ما شغل اخر اذا فمعالجه هذه النقطه عن بين الامده ومع امت الاشرة ما في مشكله نعم. الثاني بين العمدة ومع الكونسيي الكونسيي تعرفوا أننا عندنا كونسيي هنا الرينيسانس وعندنا كونسيي هنا المعارضة نعم وده سبادي سوا كونسيي هنا المعارضة يعارض والكونسيي هنا الرينيسانس كمان أننا سوا نخدمه في الانتخابات مؤكد هذا مؤكد دونك أننا مشكلنا الأوبوزيشن المعارضة قاعد تكتب فوقنا المعارضة تقول الام بي اس ما خدم الرينيسانس ما خدم وكسوا خلينا نشيلوا البكان يعني ده عادي في خدمه عن المعارضه وده صحيح معارضه قاعد يكتب يقول ايضا ما خدم عليها ايضا تطرق اليها رئيس الجمهوريه وصفها بالمعاقه والعاجزه عن التواصل بين البلديه ومستشاريها هذه نقطه مهمه كيف ايضا سيتم معالجه هذا الامر يعني معالجه هذا الامر هو تطبيق انا التكس بس نعم. تطبيق انا اللوا تطبيق انا الدكري تطبيق انا الاريتي البولمنا وكيف نخدمه نعم. لكن معالجه في كان قال لك المعارضه ممكن تقوقي في ظهرك كل بقضي كان معارضه نعم. معارضه نعم. ايوه انينا نخدمه بس كان انينا نعرفه كونسيانس انا كان انينا جاي نطبق التكس ده بتن ما لما انا ماني لفت ورا ايوه نعم. ماني لفت ورا وده عندنا رينيو قاعد بلمنا نعم. قاعد نلمه في كونسي قاعد نلمه في سيسيون الأغلبية القالة ده المير بيطبقها يعني هو مير ده منتخب بس أنا الكونسي عندنا سيسيون أي ما 6 شهر نسوي سيسيون في السيسيون ده كل الكونسي بيجيبوا لهم كل الرأي هنا الأشرة قبل الإكزيكيتيف قاعد بيشيل بخدم به المعارضة في البكان ده كله بتعارض لكن هنا المعارضة ما نقدر نشوله نقوله ده بس تمام نقدمه به إلا نشوله هنا الأغلبية القالة نعم أيوة. أيضا قمتم بالعديد من الدورات التدريبية لعمال البلدية في الخارج سواء في الداخل أو في الخارج لماذا لا توظف هذه الخبرات والطاقات لخدمة بلدية أنجمينة هناك دورات تدريبية قمتم بها لعمال البلدية لكن الذي المواطن لا يشاهد هذه الخبرات تتوظف في أرض الواقع لا نرى هذه أيوة تدريب فيه تدريب فيه للبرسونيل أنا الميري تدريب فيه أنا ما يفوت مش 5 شهر ودينا يعني البوليس مينيسيبال ودينا في خرطوم دربوهم لنا خرطوم قبل دربناهم في خرطوم خرطوم دربهم لنا كيف بقدروا بحاموا للبروتكسيون سيفيل يعني حماية المدنيين نعم بحمي للناس في السوق المدنيين نعم سيكوريتي انا الناس في السوق سيكوريتي انا الشعب في الجوامع سيكوريتي انا الشعب في الاجليز سيكوريتي انا الشعب في الحفلات الامن المدني كله وبل عندنا ليه ده عندنا ناس بشكو بيقولوا كي بوليس مينيسيبال هناك ما بخدم لنا اديل بوليس مينيسيبال هناك شال الدرابه انا شال امبولوخي انا دونك الاشياء اللي بيقولوا فوقنا كده بيجي لنا ما حلو واننا اتصلنا مع بلديه هنا خرطوم عشان عندنا توأمة إن جمعنا ما خرطوم عندنا توأمة وسألنا نقول لندور تدريب شالوا مسائل دربوهم لنا وحسف الحمد لله في السواقة الأمن مستدي أديل نعم. وفي المسكبة كان وفي الكنائس كلها الأمن ده موفر هسه نعم. ما عندنا مشاكل زيادة وكان عندنا نقيسة كلها البوليس ناسيونال قاعد بيجي لنا نعم. البوليس ناسيونال كان دقينا ده بيجي وبخدم معنا نعم. وفي تركيا كلها في تركيا كلها دربوا البرسونال الميري دربوهم لنا في كيف بقدروا بقدروا لنا الوطاير كان تلفوا يعني الميكانيكي نعم. دربوهم لنا في الميكانيك ودربوهم لنا في كيف تقدروا تقتلوا أمباؤودة نعم. يعني أمباؤودة اليوم في نجمينا وفي شات كلها أمباؤودة كثيرة وفي نجمينا خاصة عشان عندنا الألامي هنا الوربيت نعم. الألامي هنا الوربيت أي بيت ما بيدور بيسوي بيزار عند ألمي برا والألمي ده هو بأمباؤودة بتبيض فوقه
وبتبقى كتير أجلة. نعم. هذا الشيء ده كله أننا حجينا فوق مع أخواننا إسطنبول عشان مدينة إسطنبول مع مدينة إنجمينا كلها عندنا توأمة مشينا وقالوا لنا تدريب كبس كان دورنا لهم من بيساعدونا في التدريب وحاسة طوالي قال نودوا البرسونيل كان عندنا مشكلة ده نشوفوها ونودوا الناس بدربوهم وبجوا وقاعدين هسا قاعدين بخدم أيوة. يمكن ما بينشاف لكم لكن قاعدين بخدم. نعم. أيضا يحضرني يا سيد العمدة سؤال قد يسأله الكثيرين من المواطنين، لماذا لا تعمل البلدية تقوم بدورها قبل موسم الخريف؟ لماذا لا يأتي الموسم الخريف ثم نقول البلدية لا تقوم بدورها؟ لماذا لا تبدأ الخدمات هذه الخدمات متوقعة؟ لماذا لا تبدأ البلدية في مباشرة مزاولة أعمالها قبل بدء موسم الخريف؟ أيوة شكرا. أننا بدينا من شهر أربعة من شهر أربعة بدينا نادينا التجار الشركات اللي بقدروا عندهم مائدات بقدروا عشان علينا مائدات ما عندنا الكوميرسان اللي بقدروا بجوا بمرقوا لنا الوساخة من الكانفو يعني الخريف ده لتفادي المشاكل مسبقا يعني. الخريف ده هو مشكلة ده مع الألمي الألمي كان جمع بمشي الألمي كان جمع لما بمشي المجاري ما نظيفة المجاري الوساخة منها كان ما صلينا ده الخريف كان جال ألمي ما بمشي لكن مشكلنا الوحدة أن نصدر فوق الخريف هي النظافة انت المجاري والنظافة انت المجاري اللي قمينا منها من شهر أربعة وفي هذا الميكرو ده أنا نشكر الشركات الجوغايد بمرقوا لنا الوساخة من الكانيفو ده أنينا في كونترا قلنا أن كنا نتم 30% ولا 3% ما قدرنا أنتنا وده خدموا بكامل جهودهم وعشان ما انتينا ما القروش ده الخدمه ده مشى ما مشى مثل ندوره يعني ايوه شيء ما مشى مثل ندوره لكن من يوم الاثنين الرئيس نادانا وقال لنا 72 ساعة ما نشيف الوساخة ده اين كل ناديناهم قلنا لهم كي انينا كله 48 ساعة ما نشوف الوساخة دي برا وفالحمد لله فهمونا وجو تابعوا معانا وكل في الأشرة دوائر ده رخنا معهم سوا وقدروا نظفوا المكان ده فالحمد لله لكن بس ما بقي في 72 ساعة الخريف هسه كله ماشي أنينا نكونتيني للكانيفويات ده نأدو لهم ونكونتيني للبوط عندنا فوقهم استاسيون دي بومباج أنا أعرف بالعربي شنو يعني عندنا جروب بشيل الألمي ده بنفوده بودي برا في لاماجي ومن لاماجي بمشي في نور وعندنا بانت هناك الألمي ده بمشي هناك يعني الأشياء دي كلها هسه مستمرة عندنا جروب هنا في كانال سان مارتين الألمي ده بمشي في البحر عندنا في سبانجا اللي كلها عندنا استاسيون دي بومباج كل الألمي بمشي في البحر لكن عندنا استاسيون دي بومباج في ستيام ده الألمي هنا بوته هنا ستيام ببومبي وجوه في الكنال الكبير هنا انجاري ومن الكنال هنا انجاري ده كمان الألمي بمشي في لاماجي في نفس اللاماجي كل عندنا استاسيون دي بومباج كل الألمي كان بيه كتير ببومبي وبودي برا يعني ده أشياء دي يوميا أننا نخدم الألمي كان غايب بصوب كان ساعة واحد بالليل كل أننا نمرقه نشوفه الألمي جرى ولا ما جرى يعني الخدمة الميردة في الخريف ده ولا عندنا نوم ولا عندنا بيرو مثل ما الرئيس قال في يوم اللقانا قال لنا المير ده في بكانا ما بيرو المير بكانا في تيران وده كلام صحيح ماذا عن أطلقهم أيضا حملات نظافة كيف ترين هذه الحملات كيف تسير هذه الحملات أيوة الحملات عن النظافة ده نقول نستمر فوقها نستمر فوقها ومثل ما في البداية قلت ده ندور الشعب يساعدونا في النظافة الشعب يساعدونا كيف الوساخة خلي له مو لنا مكان واحد عشان نجي نلقون خمو الوساخة خلي ما يصبوا لنا في المجاري يعني نفس الوساخة كان قاعد في المجرى هنا الألمي كان سب ما بمشي وعم باكر الشعب بمرق في الشارع بقول له الألمي أكلانا وثم تانية نقول لأخواننا الشعب خلي ما يمشي يقول في خشم الألمي خلي ما يمشي يقول في الريزيرف هذا هو خطوه لسه مكان ما فيابيليزي انت كان مشيت قاعد فوق هو ما عندك كافو وإلا البوط بس قاعدين ده خلي ما يمشي يقودوا نعم أنت مشيت قاعد في قشم الألمي ما تشكي تقول ألمي أكلاني يعني ده ندور نقري لي أخواني الشعب كله وندور يساعدونا عشان الخدمة ده خدمة ليهم هم ولينا كلنا نعم فالمواطنة التشادية ينظر سيد العمدة كثير والكثير من البلدية أن عاصمته أنجمينا من أجمل وأنظف عواصم العواصم أيضا كلمة أخيرة توجهيها للمشاهدين أيوة الكلمة الأخيرة نقول أننا قلنا من الرئيس لقانا ده أنطانا نشاط لنقوم نشوف أي شاري وقمينا شفنا أي قدرون ومشينا شفنا أي وساخة بكان غير وزورنا أي كانفو ده نقول الرئيس قومانا بطولنا وأنينا كمان في تورنا كمان ندوره الشعب كله يقوم معانا
بتولة عشان ننظفوها لنجمينا. نعم. الرئيس قال يدور انجمينا تبقى فيترين انا افريق، وان شاء الله انجمينا تبقى فيترين انا افريق. ان شاء الله. اذا هذا وعد من السيده العمده مريم جمعه عبيد. هل سنشهد، ربما سنشهد في الايام القادمه انجمينا نظيف وانجمينا خاليه من الاوساخ، وايضا خدمات جديده مقدمه من بلديه انجمينا. شكرا لكم السيده على هذه قبولكم هذه الدعوه. شكرا مجددا.